التحليلية من الميادين، فلسطين تقاوم الغد، أنظمة عربية صامتة، مجتمع دولي غائب، وفصائل عراقية تدعم وتساند. كيف أبقت القضية الفلسطينية على حضورها وبذات الحيز في الوجدان العراقي؟ صنعاء تؤيد كل خيارات الشعب الفلسطيني، أنصار الله تدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة القضية. سنوات من العدوان لم تنجح في إبعاد الشعب اليمني عن القضية الفلسطينية. كيف يجسد هذا التضامن وحدة فكر المقاومة؟ بعد أقل من ربع ساعة على العدوان، أمر عسكري من الأمين العام للجهاد الإسلامي مباشرة عبر الميادين. زياد النخالة رجل ميدان وسجل محفور بمقارعة الاحتلال، أمر عمليات على الهواء، فأي عهد للمقاومة بدأ؟ وفي قضية اليوم، من الانتخابات الإسرائيلية إلى البحث عن الردع المفقود، عدوان غادر وفلسطين تقاوم. استنزاف لشل الجبهة الداخلية في استراتيجية الجهاد الإسلامي، أي معادلات ترسم؟ غزة تحت عدوان غادر، والغدر ليس إسرائيليا وحسب، غياب عربي عن الدعم والإسناد، خذلان يتجدد من اللاهثين خلف التطبيع، مشهد لا تخرقه إلا أصوات الأحرار، وفي طليعة المساندين فصائل عراقية بصراحة قالتها: هذه معركتنا جميعا. مواقف تضامنية عراقية واسعة مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر في قطاع غزة. رئيس تيار الحكم عمار الحكيم أصدر بيانا أعلن فيه مشاركة سرايا القدس والشعب الفلسطيني العزاء، فيما أشار إلى أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة درب المطالبة بالحق المشروع وقضيته العادلة. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أكد وقوف الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه، وأن ما جرى هو بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي نتيجة التطبيع والتهاون العربيين. المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبر عن موقفه المتضامن مع غزة ومقاومتها، داعيا إلى وحدة الصف، مؤكدا أن الانتصار سيكون حليف الفلسطينيين. فصائليا أعربت حركة النجباء العراقية عن استنكارها جريمة اغتيال الجعبري، وأكدت جاهزيتها للرد على العدوان، وأن المقاومة الفلسطينية ليست وحدها في هذه المواجهة. فيما أعلن فصيل عراقي يحمل اسم لواء أحرار العراق عن جاهزيته لاستهداف مقار إسرائيلي في شمال البلاد، بالإضافة إلى المصالح الأمريكية والتركية. كتائب حزب الله العراقية وفي بيانها أكدت وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية قولا وفعلا، منتقدة الصمت العربي تجاه هذا العدوان. كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق والعديد من الفصائل العراقية الأخرى أكدت أيضا وحدة الموقف والاستعداد لنصرة مقاومة غزة والجاهزية للمواجهة. هذه المواقف العراقية تؤكد ثبات بوصلة أبناء الرافدين في الماضي والحاضر والمستقبل تجاه فلسطين، وأن محاولات طمس هوية القضية بالتطبيع أو التهاون لا مكان لها في العراق. محمد الفهد، بغداد، الميادين. نبدأ بمدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، مع أنه كان مؤخرا موقف أيضا للخارجية العراقية من هذا العدوان الغادر إسرائيليا على غزة، لكن مجموعة مواقف عراقية لافتة تضعنا أمام سؤال: بعد كل ما عاناها الشعب العراقي، كيف أبقت القضية الفلسطينية على صدارتها في الوجدان العراقي؟ لأنها حاضرة طبعا، والعراقيون كانوا منذ البداية حملت هذه القضية، واختلط فيها دمهم مع دم الفلسطينيين، وقدموا الشهداء وقدموا الدعم وتبنوها. والعراق بحكم نسيجه الاجتماعي وبحكم وضعه الحاكم
في مشهد الخريطة، وبالتالي العراق كان له دوره الفاعل في هذه القضية الفلسطينية. هذا الدور انعكس في داخل المجتمع العراقي وتجذرت مع المجتمع العراقي بمختلف أطيافه ومكوناته وعرقياته القضية الفلسطينية التي لا نقاش فيها والأمر فيها محسوم، حتى وإن كان العراق قد ذهب باتجاه أن يصوت بنعم على مبادرة السلام العربية منذ أكثر من عقدين، لكن الواقع وحقيقة الوضع الاجتماعي والشعبي العراقي حامل لهذه القضية، ويستذكر بفخر العراقيون مشاركتهم في المعارك، في معارك التحرير وفي معارك المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا طبعا من جهة. من جهة أخرى، الإسرائيليون أيضا تركوا العراق في صدارة التهديد للأمن الإسرائيلي. حلفائهم في العراق الأمريكيون كانوا يسعون بشكل واضح لقطع الطريق لتأمين الأمن الإسرائيلي في منطقة غرب العراق، على اعتبار أن هذه المنطقة هي المنطقة التي تشكل خطرا على الوجود الإسرائيلي، على اعتبار أنها المنطقة التي أطلقت منها صواريخ استهدفت تل أبيب في حرب الخليج الثانية. نعم. وبالتالي من البرامج المهمة والرئيسة الوجود الأمريكي الحليف لإسرائيل في المنطقة الغربية ومحاولة عرقلة الفصائل العراقية من أن تشكل حزاما وتهديدا للأمن الإسرائيلي انطلاقا من مناطق غرب العراق، ولعبوا على وتر الطائفية لتقسيم العراق ومحاولة أخذ هذه المنطقة التي يصادف أنها منطقة مشغولة من قبل المكون السني، محاولة لاقتطاعها من العراق عبر نظام التقسيم والفيدرالية وبناء علاقات تكون بين هذه المنطقة إقليم غرب العراق مع الولايات المتحدة، بما يضمن بشكل قاطع على الأقل سياسيا تأمين غطاء لقطع الطريق على وجود فصائل عراقية ومقاومة عراقية يمكن أن تكون حليفة لأعداء تل أبيب، والذين تشكلت وتعزز هذا الوجود كلما كان هناك برنامج لمنعهم من الوصول إلى نتيجة مؤثرة كانت النتيجة مغايرة ومعاكسة. استذكار لن تندثر القضية برغم العمل الأمريكي الإعلامي والسياسي ومحاولة صناعة رموز تكون مغايرة للرمز العراقي الرافض للتفاهم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فشلت كل هذه المشاريع، وهناك جزء من الضريبة يدفعه العراق بسبب هذه المواقف. نذهب إلى صنعاء، مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. كما عانى الشعب العراقي، الشعب اليمني ذاق الويلات، لكن أيضا نجد اليمن في طليعة البلدان الداعمة لفلسطين بهذا العدوان الإسرائيلي الغادر. ماذا تعكس هذه الحالة في الشارع العراقي، في الشارع اليمني؟ شعوب مضطهدة منسية وتدعم فلسطين بهذا الشكل الكبير. تحياتي محمد وتحياتي للزملاء الأعزاء وللشعب الفلسطيني الأبي ولشعوب الأمة العربية. هذه المواقف محمد هي بطبيعة الحال تعكس أن الشعب العربي واحد، وهو شعب حي مهما حدث، وفي موقعه وفي موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، سواء بالنسبة للشعب اليمني أو الشعب العراقي، وهما شعب واحد، وأيضا شعوب الأمة الأخرى. هذه المواقف هي أيضا تؤكد فشل وسقوط جميع المؤامرات ومخططات التقسيم والتفتيت وإشغال هذه الشعوب بقضاياها وبالعدوان عليها وبمآسيها الخاصة وأيضا بقضيتها المحلية. لكن جميع هذه المخططات فشلت اليوم كما تقول هذه البيانات، كما تقول هذه المواقف. وأيضا هذه المواقف تضرب عمليات التطبيع والتسليم والانبطاح العربية القائمة اليوم من قبل بعض الأنظمة التي باتت بالنسبة لهذه الشعوب ولشعوبها أيضا ولشعوب الأمة هي شريكة لهذا العدو ولهذا الاحتلال، وهي أيضا عدو مثلها مثل العدو الصهيوني، ولا يقل بل يعني عداوة أو خطرا عن هذا العدو. وبالتالي بالنسبة للشعب اليمني، هذه العمليات، هذا التطبيع، هذا التسليم، هذا الانبطاح هو السبب، وهو من يوفر الفرصة للعدو الصهيوني في شن عدوانه. اسمح لي أحمد، وسنتحدث أكثر بالموقف اليمني، أن نعود لعبد الله بدران ونسأل ما الذي يشكله العراق كداعم للقضية الفلسطينية. عبد الله،
سياسيا موقف العراق ثابت، لم يتغير، سواء كان العراق قويا أو كان العراق قد ضعف بفعل الاحتلال أو كان العراق بأقصى قوته، الموقف لا يتغير. الحالة الاجتماعية في منذ النشأة، منذ البدرة، هي تنشأ على التفاعل مع هذه القضية وعلى مظلوميتها. حاول الأمريكيون بعد العام 2003 والاحتلال صناعة نظام حكم في العراق أو إيجاد منظومة حكم تكون تابعة وصديقة، إن لم تكن يعني حليفة، أو إن لم تكن يعني حليفة فهي صديقة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا طبعا من أبرز هذه الملفات، ملف الموقف العراقي الرسمي في سياسة الخارجية من القضية الفلسطينية، هذا من جهة. من جهة أخرى، البنية الأساسية للمجتمع العراقي هي بنية عشائرية، وهذه العشائر لديها موقف يتكرر في كل مرة وفي كل مناسبة وفي كل مواجهة، وكان آخرها وثيقة الشرف التي وقعتها عشائر عراقية، وبالمناسبة هو نموذج يعني عن العشائر وقعت هذه الوثيقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبحضور السفير الفلسطيني في بغداد. في الجانب الاجتماعي، عشائر العراق قاطبة لديها موقف واحد وثابت من هذه القضية، ولا مجال ولا نقاش في هذا الملف. هناك الجزء الأهم، وهو طبعا أو الأكثر عملية، ليس الأهم، الأكثر عملية، هو الوجود المسلح العسكري لهذه الفصائل التي تطور قدراتها، ومنذ البداية كان موقفها واضحا مهما اختلفت فيما بينها بما يتعلق بالسياسة الداخلية للعراق، لم تنجح الفتنة في أن تبعدها أو أن توقفها على ضفتين مختلفتين من القضية الفلسطينية. الصدريون، الكتائبيون، العصائبيون، بدر، وبقية الفصائل العراقية المقاومة تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، وتعتبر أن هذه القضية هي قمة صناعة المأساة في المنطقة العربية، والجزء الأكبر الذي يدفع العراق ثمنه إن لم يتفاعل في مواجهة هذا الوجود السرطاني في المنطقة. سنوات تحت العدوان والحصار لم تحرف بوصلة اليمنيين. فلسطين أولا، المقاومة سبيل وحيد، هكذا تتبدى مواقف صنعاء استنادا لغزة. وقوفا إلى جانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، توالت بيانات الإدانة والاستنكار والتنديد من اليمن بالعدوان الإسرائيلي على غزة. المكتب السياسي لحركة أنصار الله ندد بالاعتداء وبجريمة اغتيال القائد في سرايا القدس، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة فلسطين ومواجهة ما أسماه بالغطرسة الإسرائيلية. وأيدت حكومة صنعاء كل خيارات الأشقاء في فلسطين لاستعادة وإقامة دولتهم الفلسطينية على أراضيهم وعاصمتها القدس الشريف، ووصفت العدوان على غزة بالغادر والجبان الذي استهدف الأبرياء وما كان ليحدث لولا خذلان الأنظمة العربية. الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان على اليمن ورابطة علماء اليمن ومجلس التلاحم القبلي بصنعاء بدورها باركت الرد الفلسطيني على الاعتداءات الصهيونية، مؤكدة وقوف الشعب اليمني إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني لاستعادة أراضيه المغتصبة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أحمد عبد الرحمن، كما ذكرنا، ليس غريبا على هذا الشعب المنسي والذي تعرض إلى حرب شعواء أن يكون في طليعة الداعمين لغزة بهذا العدوان الغادر، لكن هل الرسالة اليمنية اليوم تفهم بأنه اليمن مع كل معاناه هو في قلب المعادلة، معادلة الدفاع عن فلسطين؟ اليمن قالها بشكل واضح محمد بأنه جزء رئيسي من معادلة الدفاع عن فلسطين، بل وفي قلب هذه المعادلة، جاء ذلك على لسان السيد عبد الملك الحوثي بشكل واضح خلال العام الماضي وخلال الأعوام الماضية، وأيضا قالها الشعب اليمني في كل منعطف تاريخي يخرج هذا الشعب ليؤكد على هذه الحقيقة وعلى هذا الثابت وعلى هذا المبدأ، ذلك أن فلسطين بالنسبة لليمن وبالنسبة لليمنيين هي معركة مصيرية، ليس لفلسطين بل للأمة، واليمن جزء من هذه الأمة التي إن اشتكى فيها عضو
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر أو سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم اليمنيون يخرجون في هذه المواقف وبهذه البيانات اليمنية الرسمية، وهي خير شاهد على هذا الموقف وعلى هذه الحقيقة، وهي ما زالت بالمناسبة هذه البيانات ما زالت تتوالى حتى هذه اللحظة يعني. ومنذ لحظات صدرت بيانات جديدة من هيئة رئاسة مجلس النواب وبيان من مجلس الشورى، وخلال الساعات المقبلة سنشهد كثير من البيانات للمجلس السياسي الأعلى وأيضا لمختلف الفعاليات السياسية والحزبية، وهي امتداد يعني بيانات تأتي بطبيعة الحال امتداد لسيل من البيانات والمواقف الحكومية الرسمية والحزبية والسياسية التي صدرت منذ الأمس وأيضا الاجتماعية يعني منذ الأمس وحتى هذه اللحظة. هذه البيانات محمد في مجملها تعكس يعني موقف وتعبر عن موقف الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته ومناطقه وانتماءاته. هذا الشعب الحي واليقظ والذي يؤكد دوما وباستمرار اصطفافه خلف القضية الفلسطينية ومع مقاومتها بكل فصائلها، بل ويؤكد استعداده التام كما يأتي في التظاهرات، كما يأتي في البيانات، في المواقف، ليس للتضامن فحسب بل وللقتال إن تطلب الأمر. بهذه النقطة اسمح لي هنا أن ننتقل إلى عبد الرحمن نصار، محلل الميادين للشؤون العربية والإقليمية، ونسأل إلى أي حد يمكن أن تدعم أنصار الله الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ نعم زميلي، تحية لكم جميعا وأيضا لأهلنا في اليمن. اليمن مستعد للذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، كان يستعد أن يستغني عن طيارين سعوديين من أجل إخراج أسرى فلسطينيين، واستعمل مصطلح أسرى من لدى السلطات السعودية، لكن في الحرب الماضية كان اليمن ولا يزال حتى اليوم مستعدا للمشاركة بإمكاناته العسكرية المتوافرة لضرب أهداف فلسطين المحتلة، لكن هو لا يريد خلط الأوراق والمعادلات الآن، وإنما ترك الأمر رهنا لقرار المقاومة في غزة، وهذا وحده يمثل وحدة مصير وحال. لكن حتى هذا المستوى من التضحية لا أو من الاستعداد للمشاركة لا يلغي أبدا ولا يقلل من قيمة المشاركة الشعبية اليمنية. يكفي أنه في الحرب الأخيرة جمع اليمنيون الفقراء والمحاصرون والجائعون بعزة وكرامة، جمعوا من أموالهم من عملتهم التي فقدت قيمة كبيرة من بسبب هذا الحصار والحرب تبرعات لغزة. يعني كان يكفي هذا الخبر وحده ليهز الوجدان العربي. للأسف الدول التي تمتلك الأموال لم تبادر إلى هذه الخطوة، فلذلك لا شيء مستغربا من اليمن، وكل شيء خير هو متوقع من أهل هذا الشعب الصامد والصابر أيضا مثلنا. أحمد عبد الرحمن، بعين يمنية، هل اتفاقات تطبيع الأسرى لا توفر الآن غطاء للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم وسط صمت عربي؟ طبعا وقبل ذلك حتى بسيف القدس. هذا موقف يمني سابق يعني منذ معركة سيف القدس وما قبلها، وما زال اليمن يرى بأن هذا التطبيع لا يؤثر الغطاء لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بل ويرى أيضا أن هذا التطبيع هو يأتي لتبييض صفحة الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني من جرائمه طيلة أكثر من 70 عام. واليمن يعتبر هذا التطبيع هو جزء من هذا الاحتلال، جزء من العدوان، جزء من المؤامرات على فلسطين وعلى الأمة العربية ككل. وبالتالي يعني البيانات اليمنية اليوم كانت واضحة أيضا في هذه الزاوية، هي ركزت أولا على إدانة جريمة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني والعدوان على غزة، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الرد والثأر والدفاع ورد العدوان كحق مقفول كما قالت هذه البيانات في جميع الشرائع والقوانين الوضعية والسماوية، ويعني هي مع فلسطين ومع المقاومة الفلسطينية حتى التحرير، ومع فلسطين دائما وأبدا. هذا موقف يمني ثابت ومبدئي لن يتغير. أيضا البيانات ركزت على دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف والاتحاد لردع جرائم الاحتلال، وحتى لا يستفرد العدو بإحداها. واليمن يدرك أن هذا الانقسام اليوم داخل الجسد الفلسطيني هو يعني بالمناسبة يوفر إمكانية للاستفراد بإحدى الفصائل، وبالتالي انطلقت البيانات إلى دعوة هذه الفصائل إلى الوحدة. أيضا هذه البيانات ركزت على مسألة يعني دعت شعوب الأمة إلى تحمل المسؤولية
ومساندة فلسطين شعبا ومقاومة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتأكيدها على أن العدوان ما كان ليحصل لولا هرولة الأنظمة العميلة كما جاء في البيانات للتطبيع مع العدو الصهيوني وتخليها عن القضية المركزية للأمة. نعم كما أحمد. قالت شكرا جزيلا لك، واضحة الفكرة في عنواننا الآخر، لا خطوط حمرا لهذه المعركة ونحن ذاهبون للقتال بحسم وحزم، قالها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. لم يكاد الاحتلال يبدأ العدوان الغادر حتى أصدر النخال أمر عمليات مباشرة عبر الميادين. هو موقف جريء وشجاع من قائد محوري في مرحلة محورية. لم يكد العدوان الإسرائيلي الغادر على غزة يدخل دقائقه الأولى باستهداف قيادات عسكرية للجهاد، حتى رسمت المقاومة الفلسطينية معادلة الخطوط الحمر بتوقيت غزة. وليعتبر هذا الأمر أمراً ميدانياً لكافة قواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة في مواجهة هذا العدوان. فعبر شاشة الميادين كانت الشرارة، وإلى الميدان كان أمر العمليات الذي أطلقه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لسرايا القدس مباشرة على الهواء في حدث أبعد من أن يكون بسيطاً أو عابراً بالفعل. لا خطوط حمراء في هذه المعركة، ستكون تل أبيب أيضاً أحد الأهداف التي ستقع تحت طائلة صواريخ المقاومة إن شاء الله وكافة المدن الصهيونية. هي رباطة جأش وشجاعة لزمت القائد النخال في حواره الأخير على الميادين، فبرز قائدا عارفا بخبايا الميدان ولصيقا برجاله المقاومين. هي قواعد اشتباك أرساها النخالة عزفت فيها سرايا القدس نغمات الجحيم على الأدراج الإسرائيلية وأطلقت العنان لمعركة استنزاف. يقول قادة الجهاد إنها معركة لن تكون قصيرة. الجرأة الميدانية والعسكرية لزياد النخالة لم تكن بعيدة أبداً عن اكتنازه لشخصية رابحة أكسبته شفافية جماهيرية وذكاء سياسيا وندية دبلوماسية، فضلاً عن مهارة إعلامية سارت في درب مواجهة التطبيع ومصائد العسل الإسرائيلية في زمن إعلامي شوه الحقائق وغسل أيدي القتلى واشترى الذمم في بازارات السياسة والإعلام. ويسجل شعبنا الفلسطيني سجل زياد النخالة المحفور بالمقاومة جعله قائدا محوريا كبيرا في المقاومة الفلسطينية ككل، سجل يشبه صوارم المقاومة ويماهي الصعود الشامخ لمعادلة القدس التي ما زال سيفها بتارا في وجه إلباس ثوب الأسرلة المحاكي أمريكيا. عبد الرحمن نصار، ما دلالات هذا الأمر العملياتي المباشر؟ هذا دلالة بدرجة أولى على شجاعة هذا القائد الذي لم يتردد لحظة واحدة، خاصة أنه تلقى الخبر قبيل دخوله إلى الاستوديو. هذا موقف صعب، يعني حتى أكبر القادة لا يستطيعون أن يعني يضبطوا أنفسهم، لكنه استرجع الخطاب وأخذ القرار ونفذ ما كان قد اتفق عليه سابقا، وهذه ليست المرة الأولى. أنا أتذكر خلال إحدى الجلسات كيف أخبرنا الحاج زياد عن المرة الأولى التي قصفت فيها تل أبيب سنة 2012، والعلم كانت حركة الجهاد الإسلامي هي من بادرت إلى الرد على شهيد حركة حماس القائد العسكري التنفيذي نائب رئيس هيئة الأركان أحمد الجعبري. حركة الجهاد الإسلامي هي من بادرت آنذاك وبدأت بقصف تل أبيب ردا على شهيد ليس من الجهاد الإسلامي. فكان يخبرنا أنه أحد الوسطاء اتصل به وكان منفعلا، وماذا فعلتم؟ يعني أنتم مجانين بهذا المعنى. فسمع صوتا بجواره وقال له ما هذا الصوت بجانبك؟ فكان يقول له أنه أنا أقلي قليلا من البيض من أجل العشاء. فجن الوسيط وقال يعني أنتم قصفتم تل أبيب وأنت عم تقلي بيض تعمل عشاء بهذا الأمر. فحدثه أبو طارق بكل بساطة أنه هذا الأمر أساسا لم يكن يحتاج إلى اتصال من أجل تنفيذه، بل كان موضوعا في خطة، وهذا ما جرى الآن بالضبط خلال إعطائه الإشارة الميدانية. الخطة كانت واضحة وكان يكفي فقط هذه الإشارة التي لا تتكرر أبدا على الإعلام ولا الهواء، ونحن نعرف أن هذا الأمر شبيه بما فعله السيد حسن نصر الله عندما قصفت البارجة العسكرية في بحر بيروت، وهذا التاريخ يعيد نفسه، تاريخ المقاومة والشرف.
عبد الله بدران، لافت أيضا ما أعلنه لواء أحرار العراق حول وجود مقرات للاحتلال شمال البلاد، ما هي الرسالة من ذلك؟ طبعا الفصائل العراقية بمجملها لديها موقف ودائما ما تشكل ضغطا على حلفاء إسرائيل سياسيا وعسكريا وإعلاميا واجتماعيا، ولا تسمح لذلك ترصد وتلتقط أي حركة وتلتقط أنفاس حلفاء تل أبيب أو النشاطات الخبيثة التي يمكن أن يؤدوها هؤلاء في الداخل العراقي. لذلك كان هناك تصميم من هذه الفصائل على الوجود عند المنطقة الغربية من العراق باعتبارها جغرافيا تمثل المنطقة التي يمكن من خلالها تهديد الوجود العسكري الإسرائيلي والتهيؤ لأي مواجهة محتملة دون أن تكون هناك ضربة غير متوقعة. في أكتوبر 2017 كانت الميادين في تغطية لعمليات تحرير القائمة البوكمال عند الحدود العراقية السورية من الجانبين، وكانت قيادات فصائلية مهمة حاضرة تخوض هذه المواجهة، وكانت في حينها معلومات الميادين تؤكد أن الأمناء العامين لفصائل المقاومة في المنطقة كان لديهم اجتماع، وفي حينها كانت الميادين قد انفردت بمعلومات عن هذا الاجتماع الذي أكد أن العمليات لن تتوقف عند مواجهة داعش، إنما بتشكيل الجبهة الإقليمية الموحدة والبدء بوضع ترتيبات لا يمكن أن ينفرد الإسرائيلي بفريق من هذه المقاومة دون أن يكون هنا إسناد وترابط وتفاعل وتهيؤ لغير المتوقع. فكان طبيعيا أن يصدر موقف من الفصائل العراقية يهدد فيها الوجود الأمريكي العسكري. اسمح لنا بالعودة لعبد الرحمن نصار لسؤاله حول ما يمثله عبد الرحمن نصار، ماذا يمثل النخالة في المخيلة الإسرائيلية؟ من المهم التذكير هنا وتعريف المشاهدين أن الحاج أبو طارق هو في الأساس رجل عسكر قبل أن يكون رجل سياسة. في سنوات الثمانينات تعرض لاعتقال لفترة طويلة، وكان من خلايا الأولى المؤسسة وأوكلت إليه أساسا مهمة تأسيس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. أيضا نشرت صور لاحقة لتجمعه مع الشهداء من عائلة المجذوب ضلال ومحمد في لبنان. يعني كان الحاج قبل أن يكون سياسيا أو وجها إعلاميا أو أمينا عاما للحركة أو نائب أمين حركة، هو في الأساس عسكري. هو الرجل الذي اختار اسم أول صاروخ أطلقته سرايا القدس في غزة وسماه صاروخ قدس، يعني رجل ميداني فعلا. شهيد تيسير الجعبري والشهداء وقادة المقاومة هو يعتبرهم كأبنائه، ليس فقط لمجرد العلاقة التنظيمية وإنما العلاقة الأبوية. ففي المخيلة الإسرائيلية هم يرونه رأس الشر، وفعلا هو على رأس المطلوبين، وإن لم يصرح الإسرائيليون بذلك علنا، لكن يكفي أن الأمريكيين وضعوه على أكثر من لائحة الإرهاب بجوار عندما كان الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح حيا. فهم لم من ذلك الوقت وضعوا الحاج أبو طارق على تلك اللائحة، ولم يكتفوا بوضع الأمين العام لأنه يعرفون دوره ومركزيته في هذا العمل، ولذلك يرون أنه توجد نوع من الندية الآن في المواجهة والرصيد العالي للحاج أبو طارق الحاج زياد في المجتمع والجمهور الفلسطيني. نعم. بصورة عامة بجوار أسماء كبيرة أيضا مثل الأخ محمد الضيف حفظه الله أبو خالد، وهذا ما يجعل الإسرائيليين دائما يعني يتعاملون مع الشخصية السياسية العسكرية بنظرة أكثر خطورة من الشخصية العسكرية فقط أو السياسية فقط. شكرا جزيلا لكم عبد الرحمن نصار، أحمد عبد الرحمن وعبد الله بدران. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم. الغدر ركيزة بني عليها الاحتلال، وخيار الباحث عن ردع مفقود. على عتبة انتخابات عامة، قرار إسرائيلي بالاستثمار بالدم الفلسطيني، الهدف ترميم موقف ضعف عقب أيام من الاستنفار. بدلا من طمأنة المستوطنين فتحت الملاجئ أمامهم، سقطت الصواريخ على مستوطناتهم. الموعد مع حرب استنزاف، أكد تنقل مصادر الميادين عن أوساط الجهاد الإسلامي. فما الذي ينتظر الاحتلال؟ ليس الغدر غريبا عن إسرائيل، فهو في صلب مبادئها،
وهي غدرت سابقا في كل الاتفاقيات وفي كل المراحل مع الفلسطينيين، لكن المختلف هذه المرة هو التوقيت والظروف. فخلافا للأجواء التي أوحت بأن ثمة توجها جديا لإيجاد مخرج من التوتر الذي تسببت به عملية اعتقال الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين، فاجأ الاحتلال الإسرائيلي الجميع بإطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، بدأها باغتيال أحد أبرز قيادي سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري. التقديرات في تل أبيب لم تكن ترى أي مصلحة إسرائيلية في التصعيد، لكن الأكيد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليحتمل أياما إضافية من حالة الاستنفار التي فرضتها عليه حركة الجهاد، لذلك أتى العدوان على غزة كمخرج ينهي حالة المراوحة هذه، والتي أظهرت جيش الاحتلال أمام المستوطنين في صورة العاجز والمكبل. وتحت عناوين ردعية واستباقية، حاولت إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين والحؤول دون تكامل ساحاتهم، مدركة بشكل مسبق خطورة تكريس حالة الاتصال بين الساحات الفلسطينية على المستويين المقاوم والشعبي. عدوان لا يمكن أيضا فصل توقيته عن موضوع الانتخابات الإسرائيلية، فإسرائيل مقبلة على انتخابات عامة بعد أقل من 3 أشهر، ولبيد وغانتس لجأ إلى الاستثمار بدماء الفلسطينيين لتعزيز صورتيهما كقائدين يمتلكان جرأة المبادرة إلى خيارات عملانية واسعة. لكن التجربة تقول إن كل ذلك لن يحول دون الانتقام لدماء الشهداء أيا تكن الحسابات الإسرائيلية، فالمقاومة اتخذت قرارها بالمواجهة صفا واحدا في حرب فرضت عليها فرضا، وهي تعمل على تحويلها إلى حرب استنزاف تبقي الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حالة شلل، وسط خشية إسرائيلية من إمكانية أن تتوسع المعركة إلى بقية مناطق فلسطين. نبدأ بمحلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، ونسأل لماذا غدر الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين بهذا الشكل، غدر بالمفاوض المصري، وعلى ماذا راهن؟ على معركة أم حرب؟ راهن على أنه لا حسيب ولا رقيب، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحمي من جرائم الحرب التي يرتكبها يوميا. أما لماذا؟ فلما نسم بهذه السمة حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال وأمن الاحتلال، لكن كنت أفضل أن أعطي هذه السمات لقادة إسرائيل. هؤلاء قادة من الدرجة الرابعة والخامسة لم يحلموا يوم من الأيام أن يكونوا في منصب رئيس وزراء. لا نفتلي بنت الذي حصل على 5 مقاعد مثلا وكاد يخرج من الكنيست، ولا يائير لبيد ولا جانيتس، وإنما بسبب تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي وجدوا أنفسهم في نعل الرجل الأول، وبالتالي قراراتهم مبنية على الحالة النفسية التي يرونها. وأنا من وجهة نظري بأنه يائير لبيد وجانيتس رهنا بكل شيء على الطاولة، بقي فترة بسيطة للانتخابات وهما يعلمان علم اليقين واستطلاعات الرأي بأنهما لن يعودا إلى هذا المنصب مستحيل، وبالتالي وضعا كل ما يملكان على طاولة القمار أو قفزا من الطائرة بانتظار أن تحدث معجزة. لولا ذلك بالتراكم الكمي لا يمكن أن يعود يائير لبيد إلى منصب رئيس الوزراء، وهي فرصة ذهبية له كي يصنع اسم أو يظهر نفسه للجمهور الإسرائيلي ولعائلته. هل تم حساب الأمر بحسابات مع مصر؟ يائير لبيد ضحى بالعلاقة مع روسيا التي دعمت إسرائيل في كل شيء، أول دولة في العالم اعترفت بإسرائيل الاتحاد السوفيتي السابق، ووقف مع أوكرانيا يعني، وبالتالي لن يتردد في أن يحرك الجسور مع مصر. ولغاية الآن الأمور غير واضحة لأنه لا يوجد تصريح مصري حول هذا الموضوع. أرى بأن السلوك هذا سيستمر في الفترة القادمة في الأيام القادمة، حين يصطدم بالواقع الحربي، حين المؤسسة
العسكرية والأمنية. أسأل هنا محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية العميد شارل أبي نادر، ما هي أوجه الغدر التي أحاطت بعملية اغتيال الشهيد الجعبري، ولماذا لجوا إلى هذا الأسلوب تحديداً؟ واضح محمد ان هناك يعني خطه منظمه، يعني انا بتقديري حتى منذ بدايه يعني اختطاف القائد السعدي، وحتى ايضا منذ متابعه مسار الاستنزاف ودخول الوساطه المصريه، انا بتقديري اعتقد ان كان هناك خطه للوصول الى القائد الشهيد الجعبري، لانه هو الاساس. يعني في المرحله الاخيره العدو الإسرائيلي ربما أهدافه تجاوزت احتلال الأراضي أو حتى المستوطنات مع أهميتها، أصبحت أهدافه الأساسية هي الشخص أو القائد، والقائد الجعبري الشهيد لديه مميزات عدة بشخصه وبموقعه وبمسار، يعني مسار متكامل من المواجهة ضد العدو في موقعه في المنطقة الشمالية، فيما استطاع أن يخلقه من ابتكار في الأمور التكتية والعسكرية والتي هي مؤثرة وأساسية. من هنا أنا بتقديري هم خططوا للعمل إلى من خلال الوساطة للوصول إلى مكان القائد الشهيد. هذه نقطة، من هنا تأتي أو تتضح أوجه الغدر الأساسية الذي نستغله الوساطة المصرية، غدروا طبعا بالمصريين ولكنهم غدروا بالأساس بقادة المقاومة وبالقائد الشهيد. من هنا تأتي أهمية هذه العملية اليوم، هم اليوم يضعون نصب أعينهم القادة، العمل على اغتيال القادة، هذه هي الاستراتيجية الأساسية أو المناورة التي يعتبرون أنها هي الأمثل ربما لمواجهة المقاومة الفلسطينية ولمواجهة القدرات المركزة والذاتية، خاصة في المرحلة الأخيرة بعد عملية سيف القدس، والتي كانت عملية مفصلية، تبين أن الفكر المقاوم الأساسي هو لب ونواة مواجهتهم والقدرة على التغلب عليهم. وهذه ليست المرة الأولى التي تغدر بها إسرائيل، وهنا نسأل قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية، ما هو تفسير ركيزة الغدر في العقل الإسرائيلي؟ يعني الغدر بمعناه الواسع، ليس فقط الخديعة وليس فقط المراوغة وليس فقط الألاعيب المألوفة، الغدر بالمعنى الواسع هو البربرية مقابل الحضارة. يعني إسرائيل ليس لديها حضارة، وكل الشعوب أو كل المستوطنين بالتاريخ الذين لا يتمتعون بالحضارة كانت ركيزتهم الأساسية وسمتهم الأساسية هي الغدر. نتحدث عن البرابرة مقابل روما، نتحدث عن المستوطنين البيض في أمريكا مقابل حضارة الشعوب الأصلية، وبالطبع نتحدث عن إسرائيل. هو أمر ملازم لهذه البربرية ضد الحضارة. للفرق زميلي العزيز، يعني إذا أخذنا مثل بسيط، لماذا المقاومة في عملية سيف القدس أعلنت ساعة الصفر وأعلنت الأهداف المحددة؟ لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ لأنها تدل على أن هي تتمتع بالعظمة، تتمتع بالكبرياء، تتمتع بالنبل، لا تريد أن يذهب ضحية المعركة العسكرية أي بريء، طفل أو رجل أو امرأة، حتى وإن كان إسرائيلي. نعم. وهذه أخلاقيات الحرب بالتاريخ، الجنود القادة عندما يهزمون في المعارك الحرب، الذي يربح يؤدي للقائد المهزوم التحية إجلالا وإكبارا. نعم. هذه أخلاقيات الحرب، وهناك فرق بين القتال والقتل. طيب. اسمح لي هنا قاسم بالعودة لناصر اللحام لنسأله عن المجالات، أي المجالات الآن ناصر باتت مفتوحة أمام محور المقاومة؟ إسرائيل تخطت كل الحدود لأنه لا يوجد من يردعها. ثابت في طول كرم سياسي تم اغتياله، كنفاني أديب تم اغتياله، الشيخ أحمد ياسين رجل دين تم اغتياله، لا شأن للاغتيالات الإسرائيلية بالموقع العسكري مثل الشهيد تيسير الجعبري. في فترة من الفترات كان علي حسن سلام الأمير الأحمر يغتال ضباط الموساد والإسرائيليين حينما يغتالون، جبهة الشعبية حين إسرائيل اغتالت أبو علي مصطفى ردوا باغتيال وإعدام الوزير رحمة عام زئيف، وكثير من الحالات التي ارتدع فيها الاحتلال. اليوم
إسرائيل تقتل أي شخص حتى لو كان مثقف، حتى لو كان محامي، حتى لو كان صحفي، من دون أن تدفع أي فاتورة. ولا شأن الأمر بالأخلاقيات. إسرائيل حين نقول غدرت، لا نقول غدرت بالفلسطينيين، وإنما المقصود غدرت بالمصريين. الآن أي مجالات أمام المقاومة برأيي مزاج الجمهور الإسرائيلي المختلف عن الفلسطيني. الجمهور الإسرائيلي اعتاد أن يفكر بمنطق القوة، إذا بوابة لا تفتح له يقصفها بالمدفعية. إذا القوة هو الحل لكل شيء عندهم، وهذا مرض نفسي وعقلي. الفلسطينيين، الجمهور الفلسطيني مل من الهزائم ومل من الخطابات ومل من الشجب ومل من الاستنكار، يحتاج إلى طرائق جديدة وقيادة جديدة وطريقة تفكير جديدة على الأقل تدخل له، وهذا لاحظناه في سيف القدس. العميد شارلبي نادر، معركة الاستنزاف، ونسأل هنا تحديدا في الجانب العسكري، هل إسرائيل هذه تتحمل معركة استنزاف؟ هل هي مهيئة داخليا على الصعيد الأمني والعسكري لمعركة من هذا النوع؟ قد تكون عملية سيف القدس محمد هي نقطة مفصلية في هذا الإطار أو في هذه المناورة، مناورة الاستنزاف، انطلاقا من ترابط الساحات. بعد أن أثبتت معادلة ترابط الساحات كافة في كامل الأراضي المحتلة، في القدس، في الضفة، في أراضي 48 وفي غزة بالتحديد، هنا يعيش الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمن استنفار كامل على مدار الساعة. هذا يعتبر شكل من أشكال الاستنزاف العفوي الذي استطاعت أن تفرضه وبعفوية المقاومة الفلسطينية من خلال ترابط الساحات. اليوم بدأنا نتكلم وانطلاقا ربما من المرحلة الأخيرة، انطلاقا من غزة، عن مناورة استنزاف مدروسة ومخططة، وهذا هو البعد الأساسي الخطر بالنسبة للعدو. الجبهة الداخلية للعدو محمد هي أساسا العمق الجغرافي هو عمق هش. إذا ابتعدنا قليلا عن غزة أو عن الجبهة المباشرة، المستوطنات هي قريبة، مئات الأمتار وعشرات الكيلومترات، الأسلحة تصل إلى كل النقاط، هناك استنفار كامل. الجبهة الشمالية مع لبنان، مستوطنات الجليل، داخل القدس، داخل المناطق القريبة، كل هذه المناطق هي تتأثر مباشرة بأي توتر أمني أو عسكري بمواجهة بين المقاومة من الخارج وبين المقاومة من الداخل ووحدات الاحتلال. من هنا يأتي الاستنزاف وطريقة تنظيم ومتابعة هذه الخطة. ربما هذا هو الموضوع الأساسي الذي أغاز العدو الإسرائيلي مؤخرا وعملوا على طيب. هذا بالمجال العسكري هو الذي أدار هذه المناورة. عفوا، عسكريا وأمنيا، لكن ماذا سياسيا تتحمل إسرائيل سياسيا؟ ماذا ستخسر قاسم؟ سؤال بالنسبة لي، ماذا سيخسر الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني يعيش منذ فترة عملية استنزاف من طرف واحد، السجناء، القتل، الاغتيالات، مصادرة الأراضي، استمرار الحصار، التنكيل المستمر. هذا الوضع الذي يسمى تهدئة بالعرف الدولي والمجتمع أمريكا الدولي هو على حساب الشعب الفلسطيني، هو استنزاف للشعب الفلسطيني، ولا بد من كسر هذه الحلقة، أن نؤدي إلى نتيجة وجع إسرائيلي مقابل الوجع الفلسطيني، وهذا ممكن عندما لا نرفض التهدئة المجانية، عندما نرفض التعايش مع الاحتلال مجاني. طاقات الشعب الفلسطيني سواء في الداخل، في الداخل الفلسطيني، في الضفة الغربية، في غزة، أو في بلاد الانتشار وهناك أحرار العالم، أي معركة فعلية يمكن أن تثبت فيها المقاومة الفلسطينية بطولة تغير المعادلات، تحشد كل الشعب الفلسطيني وراءها، وتحشد أيضا أحرار العالم، حتى وإن بدأ هذه الأحرار اليوم بجرعة من السكينة، لكن أي تغيير يؤدي إلى نتيجة فعلية، وهذه النتيجة الفعلية ليس من الضرورة خوض الحرب بشكل يعني عشوائي ومستمر، والاستنزاف ممكن أن يكون متدرج ومخطط ومدروس وعمليات نوعية إلى آخره، لكن إيانا والتهدئة مقابل الاستمرار في الجولة الأخيرة. سنعطي دقيقة لكل مشارك بالتساوي، ومعك نصر اللحام، نسأل ما هي المفاجآت لدى كل طرف بهذه المعركة؟
إسرائيل نفذت مفاجآتها من خلال الطائرات المسيرة الانتحارية التي تفجر نفسها، ابتلت بها بالعطاء بهذه الطريقة، حاولت أن تدخل إلى بيروت بهذه الطريقة. اليوم تباهي بأقوى تكنولوجيا موجودة في هذا المجال وتصرف له، هذا يستخدم في الضفة الغربية بقوة شديدة جدا، لكن روح المقاومة كما لاحظنا باستخدام الطيران الحربي في مخيم جنين وهي منطقة مدنية يدل على ذعر من المستقبل. أنا أرى بأن المقاومة تملك شيء واحد، مفاجأة واحدة، هي الندية. لا يوجد بعد الندية، كل شيء يسير في هذه الحياة بندية، من الصين وتايوان إلى أقصى كيب تاون في جنوب أفريقيا. العميد شارلبي نادر، إسرائيل يعني بمواجهة حركات المقاومة تتحدث عن أيام قتالية، عن معركة بين الحروب، لكن عندما يتطور الأمر إلى استنزاف بهذا الشكل، هل نحن أمام معادلات ردع جديدة أو قواعد اشتباك جديدة؟ مبادئ العقيدة الإسرائيلية تاريخيا كان يقوم على يعني عدة نقاط أساسية، منها الحرب الخاطفة، ومنها أيضا نقل المعركة إلى أرض الخصم. المبدأين الحرب الخاطفة ونقل المعركة إلى أرض الخصم، هذا الموضوع أصبح يتناقض بالكامل مع الاستنزاف. لا يمكن أن يكون هناك استنزاف وحرب خاطفة. الحرب الاستنزاف يقتل الحرب الخاطفة، يقتل هذا المبدأ. أيضا الاستنزاف يقتل مبدأ العدو في نقل المعركة إلى أرض الخصم أو أرض العدو. هذا المبدأين أعتقد تجبر اليوم العدو الإسرائيلي على تغيير قواعد الاشتباك. وأصلا المقاومة الفلسطينية كما يبدو في مناورة الاستنزاف ذهبت إلى تثبيت قواعد جديدة غير تقليدية. استنزاف في المكان، استنزاف في الزمان، واستنزاف في نوع الأسلحة، أو ربما نقول استنزاف في نوع العمل المقاوم. إذن قاسم، يعني هل إسرائيل تورطت لأنه هناك حاجة سياسية انتخابية، هكذا الحديث حتى إسرائيليا، وقامت إسرائيل بهذه المعركة وإذا بها تتحول إلى استنزاف، هل هي تخسر أو تورطت؟ يعني بدون شك أن هناك مصالح شخصية لبيد ولا بني جانس ولا غير ذلك، لكن دخول في معركة بهذه الشكل وبحرب، هي أعتقد أن يعني هي حرب أو معركة بدل عن ضائع. السؤال يعني دائما كانت إسرائيل على المدى السنوات الماضية وخاصة عندما تلتقي الأمريكيين تهدد إيران، تهدد المقاومة في لبنان، لماذا لن تخطو أي خطوة بهذا الاتجاه؟ لأن هذه الخطوة مكلفة، هي نهاية إسرائيل حتى باعتراف الإسرائيليين، أو على الأقل تطرح سؤال كبير على بقاء إسرائيل. بالنسبة لفلسطين، هي تراهن على إمكانية التهدئة يومين ولا أسبوع، وتحقق بعض المكاسب باغتيال قائد، باغتيال الأسرى، باغتيال الأطفال، باغتيال إذا لم تنتج هذه العملية، هذا العدوان على ما تحققه إسرائيل، هو يؤكد أن إسرائيل تدور في هذه المعركة لا تستطيع أن تخوض حتى ردع وحتى أي مصلحة شخصية وغير شخصية ضد غزة. فضلا عن ذلك، أن الإقليم كله يغلي، نحن لا يعني وإسرائيل تدرك هذا الأمر. ليس بالصدفة أن تتحدث عن الجهاد الإسلامي، ليس بالصدفة تتحدث عن سرايا القدس، هي تشير أن المعركة الأساسية هي مع محور المقاومة، وتحاول أن تضرب الحلقة الأضعف كما ترى إسرائيل في محور المقاومة، لكن حتى الحلقة الأضعف هي قادرة على إرغام إسرائيل. شكرا. وتمريغ أنفها بالوحول، على الأقل كل ما تحسبه بأن يمكن أن تحققه من انتصارات بمجرد عملية نوعية اليوم أو غدا أو بعد غد، تنقلب كل المعادلات العسكرية وتليها المعادلات السياسية على حساب إسرائيل. انتهى الوقت المخصص. شكرا جزيلا لك قاسم عز الدين ناصر اللحام والعميد شارلبي نادر. مشاهدينا، التحليلية انتهت. شكرا جزيلا للمتابعة، وفي أمان الله.